غادة عبد الرازق، المؤلفين بقى بيستسهلوا والنصوص بقت ضعيفة جدا. اللي حصل بالظبط ان انتقدت الفنانة غادة عبد الرازق مستوى الوسط الفني المصري في الوقت الحالي اثناء حوارها مع صباح العربية. وقالت غادة عبد الرازق للأسف الساحة الفنية ما بقتش بالقوة بتاعت زمان، والنصوص بقت ضعيفة جدا، والمؤلفين بقوا بيستسهلوا ويكتبوا أي حاجة، أو يستنوا لما النجم يجي علشان يفصل له الدور على مقاسه. وده ما كانش بيحصل زمان. المؤلف كان بيكتب مسلسل أو فيلم ولما يخلصه يبعته للنجم علشان يقراه، لو عجبه يعمله، لو ما عجبوش بيعتزل. لكن دلوقتي الموضوع اختلف، علشان كده الفن بقى في النازل.